أهلا بكم. المخرجة عطيات الأبنودي واحدة من أبرز رواد السينما التسجيلية المصرية، قدمت عبر مسيرتها ما يقرب من 25 فيلم تسجيلي، خلقت من خلالها تيار جديد في السينما التسجيلية. والحقيقة قدمت أيضا في هذه السينما الكثير من المشاهد الشاعرية، أثرت بها السينما التسجيلية كثيرا، وبالتالي لقبت بشاعرة السينما التسجيلية من قبل الكثير من النقاد. عطيات الأبنودي أسست شركة للإنتاج خاصة بها، قدمت من خلالها أفلام يعني تعبر عن رؤيتها الشخصية ويعني توجهاتها الشخصية. هذه الأفلام ركزت على الطبقة الكادحة وعلى المهمشين وعلى ظروف هذه الطبقة، الظروف الصعبة، الظروف المجتمعية يعني التي يعاني فيها هؤلاء، ظروف هناك فروق اجتماعية كثيرة وأوضاع يعني متعبة وهكذا. ركزت في معظم هذه الأفلام على هذه الأمور. الحقيقة أيضا أن عطيات الأبنودي كاتبة لها عدد من المؤلفات والكتب، يعني نذكر منها أيام لم تكن معه، أيام السفر، أيام الديمقراطية، السينما الثالثة. وسنتحدث عن عطية الأبنودي من كل هذه الزوايا في هذه الفقرة مع ضيفنا الكريم، وهو المخرج والناقد السينمائي الدكتور يقود الطيب. أهلا دكتور يقود، شرفتنا. مساء الخير. أهلا بك يا فندم. حضرتك دكتور ياقوت يعني كنت قريبا من هذه السيدة، من عطية الأبنودي، سواء يعني من خلال الدراسة أو من خلال التكريم اللي حضرتك قمت به حيث كرمتها في منتدى عروس النيل، وبالتالي تستطيع أن تحدثنا عن عطيات الأبنودي أو عن عطيات محمود خليل. حدثنا عنها، عن شخصياتها وحياتها الشخصية دكتور ياقوت. لا، هي طبعا عطيات الأبنودي غنية عن التعريف، وهي أنا في تصوري يعني رائدة السينما التسجيلية والوثائقية، لأن أغلبية أفلامها وثائقية مش تسجيلية يعني. والسينما الوثائقية والأفلام الوثائقية غالبا بيكون فيها وجهة نظر المخرج، عشان كده غالبية أفلامها وثائقية مش تسجيلية، لأن بتدي وجهة نظر في الفيلم. هي الحقيقة طبعا يعني عاشت حياة صعبة جدا جدا، يعني كانت يعني بنت من ضمن 4 بنات غير 3 صبيان، يعني 7، في أسرة يعني فقيرة جدا في مدينة مركز السنبلاوين، ده أهلية، مواليد السنبلاوين هي. والحقيقة طبعا يعني زي أي حد طفل وهو صغير كان بيروح السينما، يعني كان في الوقت ده كل المراكز في مصر كان فيها سينمات، سينما واتنين، فمركز السنبلاوين كان فيه سينما، يعني مش هتروح بقى المنصورة وتركب، لا، كان فيه سينما فيه مركز السنبلاوين اللي اتولدت فيها يعني. فهي الحقيقه طبعا كانت البدايات ان هي بتحب السينما، فكانت بتتفرج على الافلام، وجال في خاطرها ان هي طب انا ليه ما اعملش فيلم؟ بس كانت بتفكر حبت في السينما. التمثيل، يعني كانت في ما هي البدايه ما هو ده عايزه مشوار. تبقى ممثله هو يعني. طبعا يعني لصعوبه حياتها الشخصيه والماديه تحديدا يعني، فيعني تقلدت عده وظائف يعني. طبعا البدايه لما هي التحقت كلية الحقوق جامعة القاهرة، وعشان تيجي من السنبلاوين لجامعة القاهرة وإقامة ومصاريف، هو الكلام ده كله تعبت على نفسها الحقيقة. اشتغلت كاتبة في السكة الحديد، اشتغلت مع فرقة مسرحية محلية في القاهرة، اشتغلت حاجات كتيرة جدا عشان تصرف على نفسها يعني. المرحلة دي يعني مرحلة يعني صعبة جدا جدا، لأن هي طبعا إمكانيات محدودة جدا، الدراسة والغربة كل حاجة مكلفة جدا بالنسبة لأي إنسان يعني. لكن هي طبعا طموحها كان يعني بيقهر ظروفها الصعبه نعم. يعني، واصمام والاراده هي والتصميم التحقت يا يعني. فندم بالمعهد العالي للسينما سنه 68 بعد الحقوق، بعد الحقوق يعني، لما خدت لصالص حقوق، خدت لصالص حقوق نظرا لشغفها بالسينما يعني. طبعا لان الحال الفتره ديت كان صلاح ابو سيف رحمه الله عليه عمل معهد السيناريو في معهد السينما، فمعهد السيناريو ده كان بياخد خريجي الجامعات وبيدرسوا سنتين مش 4 زي الطلاب المنتظمين يعني، يعني واخد دبلوم دراسات عليا في هو في السيناريو، كان تحت صلاح ابو سيف اللي هو معهد السيناريو، وده اتخرج منه طبعا مخرجين وكتاب عظماء جدا، رأفت الميمي، هاشم النحاس، اسماء كبيره جدا يعني، درست سينما سنتين. والحقيقه كل دول تفوقوا حتى على المخرجين اللي درسوا 4 سنين. وهنا ميزه عطيات الابنودي، ميزه رأفت الميمي، ميزه هاشم النحاس، تفوقوا فعلا. فكلهم خريجي اداب وخريجي حقوق واللغات ولكن اختارت والكلام ده كله. دراسة الإخراج بقى بالتحديد دكتور ياقوت يعني.
لا ما هو طبعا يعني مع السيناريو يعني جزء من السينما مهم جدا، فمؤكد يعني بيعرجوا على دراسة الإخراج. يعني احنا نعم حتى في معهد النقد الفني مثلا درسنا كل العناصر السينمائية، نعم السيناريو والإخراج وكل ده، إضافة للموسيقى والدراما بعد النقد الفني، خارج معهد النقد الفني. فالحقيقة طبعا يعني أي حد بيدرس السينما بيدرسها بشكل عموم، وبيخصص بقى نفسه بعد مثلا ما يتخرج، فهي اذا كانت خارجه مع السيناريو لكن عاوزه تعمل افلام، طبعا معظم افلامها هي تالفها، يعني سيناريو واخراج، نعم محدش كتب لها فيلم يعني، فكل افلامها سيناريو واخراج. نعم فهي طبعا تفوقت في هذا في سنه اولى معهد، اللي هي سنه واحد، درست سنه 71 و72 في معهد السينما في الدراسات العليا. فسنه اولى، هي في سنه اولى عملت حصان الطين. نعم حصان الطين ده انا تصور ياخد بس خلينا اوسكار. نقول برضو ان اختيارها للسينما التسجيلية بالتحديد لم نعم يكن يعني بالصدفة، ولا لكنها كان بسبب متابعتها للسينما العالمية بالتحديد في هذا السياق، يعني في سياق السينما التسجيلية، لان في نعم الوقت ده كانت السينما التسجيلية في مصر كان لها يعني سماتها اللي هي بالنسبة لها لم تكن مشجعة على اختراق هذا المجال على الاطلاق، نعم ولكنها عندما بمتابعتها للسينما الكندية بالتحديد والسينما الهولندية ايضا بالتحديد نعم نعم يعني قررت، ده اللي خلاها تاخد قرارها انها ستقتحم هذا العالم، عالم السينما التسجيليه، خاصه ان ده العالم اللي هتطرح من خلاله رؤيتها الخاصه، وفي نفس الوقت ما هيش محتاجه ميزانيه كبيره زي لا لا الفيلم صح الروائي. صحيح وبالتالي جاء هذا الاختيار، ثم جاء بقى ايه حصان الطين يا فندم، اللي هو برضه ده ايوه. بقى اللي فكرته جت ما بالصدفه بقى. هي طبعا عطيات الابنودي ميولها يساريه، يعني مع مهمومه لان من طبق فقيره هي، نعم فكانت بتهتم بالطبقه حتى بتاعتها، ويعني الناس الكادحين زي ما حضرتك اتفضلت، الكادحين والمهمشين والناس الريف والصعيد او البحر يعني او كده. فهي يعني من نفسها يعني عملت نفسها من تكوينها اصلا الاجتماعي، ويعني المستوى الاجتماعي اللي عاشت فيه والحياه اللي قاستها، يعني هي اطلعت على كل ده. يعني هي طبعا كانت عايشه في القريه يعني لغايه الثانويه عامه يعني، ورجعت عاشت فتره في الصعيد في ابنود تحديدا لما ارتقى عبد الرحمن الابنودي وهكذا. فهي طالعه اصلا مهمومه بهذا، فكان قدامها السينما الثالثه زي ما بيقولوا يعني. يعني السينما الاولى طبعا الهوليوديه نعم الامريكيه اللي هي اتخذت على الكون، والسينما بعد كده السينما الاوروبيه اللي جت بعد الحرب العالميه الثانيه. هي طبعا تركت مجال للسينما الثالثه، والحقيقه السينما الثالثه يعني هي بتنتمي لتيار ما يسمى بسينما الحقيقه اللي عملها ديزيجا فيرتوف هذا الروسي العظيم يعني، وعملها سنه 22 انشا هذا الاتجاه واشتغل لمده سنتين. فكان مهموم جدا بحياه الناس ومظاهر الحياه وايقاع الحياه والفقراء وكذا، فهي ده الاتجاه العام بتاع سينما الحقيقه يعني، نعم كل افلامها كده يعني كل ثم اذا جاء في النهايه الفيلم بقى الاسطوره، الفيلم البدايه ولكنه كان فيلم الاسطوره الحقيقه، نعم الفيلم يعني سبب شهرتها، يعني فيلم صحيح حصان الطين او حصان الطين الطين الحقيقه اللي قدمته سنه 1971، نعم كان الانطلاقه الكبيره، دخلت هذا العالم من اوسع ابوابه يعني كما يقولون. نعم وبالتالي خليني اسال حضرتك، هل في حد كان سبق هذه المخرجه، يعني سيده مخرجه اخرى اخترقت او دخلت عالم السينما التسجيلية قبل عطيات الأبنودي؟ لا لا في قبلها او مع الجيل بتاعها، يعني تحديدا مع الجيل بتاعها سنه نعم 72 كان في سميحه الغنيمي دي التلفزيون المخرجه، اه وعملت افلام محدوده زي الخيول العربيه، وعملت يعني مجموعه افلام ايه خلينا نقول يعني لايت، اه ما ايش يعني الخيول العربيه، ما مجرد فيلم نعم يعني أفلام استعراضي بتتوافق مع كذا وكده الأفلام التسجيلية في هذه الفترة. بالظبط نعم كده. في هذه كان الفترة. في فريدة عريمان طبعا عملت 400 فيلم عندما فريدة عريمان انشات بقى شركه الانتاج الخاصه بها، ابنوت. شجعت اخريات، يعني نعم مهدت الطريق الى اخريات بقى لينتهجوا نهجها. لا لا مؤكد طبعا، يعني هي نعم كانت دافع سواء اخريات يعملوا شركات انتاج او سواء اخريات ينتجوا يخرجوا افلام او يكتبوا او الكلام ده كده. فهي يعني من اوائل رواد السينما التسجيليه الحقيقيه يعني. يعني بقول لحضرتك الجيل الاولاني اللي هو طلع معاه سميحه الغنيمي فريده عرمان لغايه ما وصلت بقى النهارده الشباب كتير جدا. والحقيقه يعني علاقتي قويه جدا بهذه السينما مع الشباب غالبيته، انا يعني كنت من مؤيديهم ومشجعهم يعني. نعم فهي انتهجت هذا النهج اللي هي السينما التسجيليه وتعتبر رائده، صحيح وخاصه لما تيجي على حصان الطين. حصان الطين بنت لسه في سنه اولى سينما ما عندهاش اي خلفيه تاريخ تعمل هذا الفيلم اللي يستحق اوسكار بكل معنى الكلمه. فحصان الطين كان انطلاقه قويه جدا سنه 71، والفيلم صحيح ده لوحده واخد 33 جايزه،
شوفي بقى ده مدى صحيح التشجيع والاندفاع صحيح. والحماس اللي يبقى جواه. ده انا اول فيلم عمل يعني، هذا هو اول اول عمل عمل. واول طب فيلم، محدش بياخد كده طب جوائز، خليني، الكلام ده ده كله هياخدني، عالمية ده ودولية. صحيح هياخدني لهذه الفكره، هذه الفكره، الا وهي ان عطيات الابنودي يعني هي شاعره، هم بيسموها كده، اطلقوا عليها هذا الاسم، شاعره السينما التسجيليه، نظرا لهذه اللقطات الشاعريه اللي بتلتقطها بالكاميرا الخاصه بتاعتها. فبالتالي دايما تلاقيها بتركز على الوجوه، تركز على العيون، تركز على الاطفال، تركز على المراه في هذه اللقطات الشعريه. يمكن بيحضرنا في هذا السياق اللقطه الخالده بتاعتها في فيلم ذا ساندويتش، فيلم الساندويتش اللي هي قدمته، واللي فيها وجه السيده ونص وجه الطفل. يعني هذه السيده وهذه اللقطه بالتحديد، اللقطات الشعريه الخاصه بالوجه يا فندم، تعليق حضرتك عليها ايه؟ لا هو الحقيقه زي ما قلت لحضرتك بتنتمي لتيار السينما الحقيقه، مش لان الشعريه دي اتجاه تاني خالص، اتجاه السيمفوني واتجاه الواقعي، دي اتجاهات في السينما التسجيليه. فهي لا، حكايه شعريه دي تخفف من قيمتها شويه، هي مهمومه بالناس طب وبالحقيقه. يعني هم لماذا اطلقوا عليه هذا اللقب؟ يعني بتبقى نقاد بقى، يعني معلش ممكن هكذا قرأت بسبب هذه بيبقى اللقطات في اللي هي تسرع في فيها التشخيص، بس تسرع في يعني فيها التشخيص. الكثير من الوجدان يعني، وبالتالي تمام، تنفعل معاها يعني تمام، بس حتى الوجه، مش الوجه الشكل ما الشعري ده، شكل خشن جدا للحياة، يعني نعم بتنقي المناطق الخشنة جدا في حياة الناس والصعبة، ده صحيح ده مش شيء يعني بتلتقطها بشكل جميل جدا، شكل واقعي، شكل حقيقة، ده فهي صحيح تنتمي أكتر لسينما الحقيقة، وهي راهبة السينما التسجيلية، يعني ما عملش أي أفلام وثائقية، أنا نعم. بميل للوثائقية بس أكتر خليني من اقول برضو في أفلامها هذا كلها. السياق ان لقطه الوجه هي يعني لقطه مميزه جدا في افلام كتير من وجوه عطيات الناس، الابنودي، صحيح. لدرجه ان قال لك ممكن ده الوجه ده بيعبر عن المكان، انت ممكن تعرف من التركيز على الوجه، على الوجه اللي ظاهر على الشاشه، انت بتصور فين، في قريه، في مدينه، في صعيد، في دلتا، وهكذا. هذه السيده، طيب ده فيلم حصان الطين اللي حضرتك يعني ذكرته اكثر من مره، وقلت ان هو خد 31 او 33 جايزه، 33 جايزه، كان نقطه فارقه مش بس في حياه عطيات الابنودي الحقيقه، لكن في حياه السينما السينما التسجيليه كلها، طبعا، لانه قدم يعني هذا التيار الجديد اللي هو صحيح، التيار السينما التسجيليه النقديه. معانا جزء من هذا الفيلم الرائع فيلم هنشاهده رائع، مع حضرتك والساده المشاهدين. صحيح، مشاهدينا لهذا الجزء من فيلم حصان الطين اللي قدمته عطيات الابنودي عام 1971. كان بيصبح 3 سنين وخمس أشهر كان وخلص من إخواني. أنا هروح السنة عن ملايين وكوجي هنا ماما الركاي اسمي ركوج وزوج رب السيس وعن طريق الفضل. حسب يعني البوكس ما هو كبيرة او صغيرة، واللي بتشيل مثلا 135 نجلة في اليوم او 125 او 100 دي اقل حاجة ممكن البوكس تشيل. طبعا الطوبة بقى احسبي 100 × 2.5 فوق طوبة 2.5 كيلو مثلا فوق الطوبة في 100 نجلة أو 125 نجلة، شوفي بقى يبقى الواحدة تشيل قد إيه في اليوم.
مشاهدينا، قدمت تعطية الأبنودي أفلاما تبنت فيها قضايا المرأة المصرية بقوة، فنجد على سبيل المثال عني الكوافيرة اللي بتعول والدها وبتعول أختها المطلقة، وبنجد عاملة الجراج اللي بتعول أطفالها بعد أن هجرها زوجها في فيلم زي نساء مسؤولات، بنجد المرأة المصرية اللي بتحاول أن يكون لها دور فعال في المجتمع من خلال الانتساب للبرلمان، ده شفناه في فيلم زي فيلم بطلات مصريات على سبيل المثال وهكذا. بس الحقيقة يعني دكتور ياقوت، هي تبنت قضايا المرأة المصرية بشكل كبير، ولكنها أولت رعاية خاصة بقى لقضايا ومشاكل البنت الريفية الصغيرة، هذه البنت والفتاة الصغيرة في الريف، ويمكن ده شفناه في أفلام بعينها، يعني فيلم زي فيلم راوية، فيلم زي أحلام البنات، يعني هي تبنت مشاكلهم، يعني الزواج المبكر على سبيل المثال، صح، عدم استكمال التعليم وهكذا. صحيح. نعم، لو تعلق لنا على هذه، على انشغالها وهمها الكبير بفتيات القرى دكتور ياقوت، كيف ترى هذا؟ لا، هي طبعا امرأة، وزي ما قلت لحضرتك عاشت في بيئة فعلا صعبة جدا، ولمست هذه القضايا وكانت ملحة عليها ان هي تناقشها من خلال الافلام يعني، ويعني مجموعة كبيرة جدا من الافلام، يعني في جميع الافلام تقريبا اظهرت المرأة بشكل ايجابي جدا جدا، يعني الفيلمين دول بالتحديد، يعني فيلم راوية مثلا، البنت اللي اكتشفت موهبتها الابداعيه طبعا، على سبيل نعم بنت اضطرت للعمل والنزول سوق العمل بالظبط، واحلام البنات ست افلام وهكذا مركزه على قضيه المرأة كمرأة يعني. فطبعا هو الحقيقه زي ما حضرتك ذكرت كده، هي اهتمت بالمرأة كثيرا، والافلام اللي قدمتها عن قضايا المرأة افلام كثيره برضه دكتور ياقوت، ولكنها كان فيه بقى حاجه، فكره كده دائما بتطرحها في معظم هذه الافلام، فكره الخبز طالما هناك مراه هناك خبز، دائما انت بتجد خبز، بتجد عجن خبز، بتجد صناعه خبز، هل هذه الفكره المطروحه دائما او غالبا في افلامها عن المراه هي بتقصد بيها شيء معين؟ لا، بتقصد ده بيتعلم من قيمه المراه الحقيقه، لان الافلام دي كلها اللي احنا شفناها الخاصه بالمراه يعني، بتجد المرأة بطلة هذه الأفلام، وتجد المرأة هي العقل المفكر، وهي اللي بتربي، وهي اللي بتحمل الهم، وهي اللي بتشيل، وهي اللي بتصنع، وهي اللي بتربي ولادها، فالمرأة يعني عماد أفلام كتيرة من أفلام عطيات الأبنودي، ويعني يعني حطها في زاوية كبيرة جدا واهتمام كبير جدا، لأن المرأة مش نص المجتمع، هي المجتمع دي حقيقة يعني، هي اللي بتفرز كل ما في المجتمع، أولاد صالحين متعلمين كده وهكذا، فالمرأة فعلا عماد المجتمع، ما فيش كلام، فهي متحمسة جدا للمرأة، لأن يعني معاناة المرأة الحقيقة في أي أسرة، سواء في القاهرة، ما نشوف في القاهرة مشكلة المطلقات وكده، ما نشوف في الريف المرأة الشغولة اللي حمل هم البيت كله، حمل هم الأولاد، حتى زوجها، يعني غالبية الأفلام اللي احنا شفناها على فكرة عن المرأة تلاقي الراجل مهمش فيها وسلبي، اللي بيسيب عياله ويمشي، اللي بيستغلهم، اللي يسرق فلوسهم ويروح على القاهرة ويتجوز واحدة تانية، فالراجل هنا يعني ظاهرة سلبية كتيرة بالنسبة للراجل، ودي حقيقة، ده واقع يعني. نعم. مش بتتجنب، هي سجلت، عشان تعلو بالمرأة في واقع. المرأة المصرية. نعم. يعني هي متحمسة جدا ودايما للمرأة المصرية، يعني في هذا السياق برضو دايما هتلاقي المرأة في أعمالها هي مشاركة في عمل ما، سواء العمل داخل المنزل أو عمل خارج المنزل. نعم. المرأة موجودة دائما، وموجودة دائما في حالة مشاركة. وخلينا نذكر في هذا السياق أفلام بعينها، يعني راوية وأحلام البنات مرة تانية. نعم. وفيلم زي فيلم الساندويتش على سبيل. نعم. المثال. نعم. يعني نعم. دكتور ياقوت. نعم. نعم. طب هذا الفيلم بقى، فيلم الساندويتش اللي قدمته سنة 75، والحقيقة يعني هو كان مصور في إحدى قرى، في قرية أبنود بصعيد مصر، وهو بيتكلم عن الحياة اليومية يعني، بقى فكرة الأبنود، عبد الرحمن الأبنود يعني، اللي هو كان زوجها الحياة لفترة من الفترات، فهي بتصور. نعم. في أبنود الحياة، ده من الأفلام العالية جدا، وخلينا نقول إن لقب الأبنودي هو لقب خدته من زوجها. يعني دي ده العرف الجاري في الغالب. نعم. يعني في الغالب، وهي طبعا اسمها عطيات عوض محمود. نعم. خليل. آه. فهي ده ممكن مجرد مقترن بعبد الرحمن الأبنودي، الشاعر العظيم الكبير رحمة الله عليه. نعم. أعطاها اللقب اللي عطيات الأبنودي. فهو الحال الفيلم سندوتش ده بتصور في أبنود نفسها، وهي فكرة عبد الرحمن الأبنودي يعني. فيلم ده الحقيقة عالي جدا، لأن حكاية السندوتش دي احنا ما نعرفهاش يعني، كقاهريين أو كده ما نعرفهاش، فتخيلي إن 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 الولد بيقتات أو بياكل أو بيتغذى على سندوتش من العيش الشمسي ده. العيش الشمسي ده ما بيعملوه، بيسيبوه،
فلما يسيبوه فترة بيبقى جامد، يعني بعض الناس بيسموه البتاوي. لا مش البتاوي، مش البتاوي، البتاوي ده في الفلاحين اللي هو الكبير، احنا فلاحين عارف، وبلادنا انا من البحر يعني، ماشي. واصلي هناوي على فكره. على اي حال فحضرتك ده اسمه العيش الشمسي، ايوه كل البلد بتاخد عيش شمسي اللي هي بتاكل بقى. فالولد جايب رغيف شمسي يعني جامد جدا يابس يعني، فبالعافيه بالعافيه راح كسره ايه نصين، راح حاطط نص في جيبه وخد النص التاني وجاي على معزه وقعد يحلبها في السندوتش، هو ده السندوتش وملاه لبن وبتاع وقعد ياكل. وهو بيحلب لقطه رائعه، وهو بيحلب العنز دي يعني العنز نفسها هي بتتحلب، فبصت لقيته حاطط نص السندوتش تاني في جيبه قامت جاية راح واخداه يعني ما فيش كده حاجه، فيش حاجه ببلاش. شوف لقطات جميله قوي لقطة ومليانه معنى كبير ناقدة كده. ولكنها وساخرة ومضحكة انت وكوميدية في نفس بتاخد الوقت. مني، ما انا محتاج تغذيه معانا يعني. اللقطة دي بقى، معانا اللقطة دي هنشاهدها مع حضرتك أستاذ جميله المشاهدين. جدا. مشاهدينا لهذا الجزء وهذه اللقطة بالتحديد من فيلم الساندويتش، وهو نعم سيناريو وإخراج ومونتاج عطيات الأبنودي. مشاهدين اقتربت عطيات الأبنودي كثيرا من واقع الحياة المصرية وطقوس هذا الواقع ومظاهره، ونقلت هذه المظاهر وهذه الطقوس إلى الشاشة، ولعل من أبرز هذه الطقوس الغناء وارتباط الشخصية المصرية بالغناء إلى حد كبير، لدرجة أنها كانت طقس يعني في حياة المصريين. دكتور ياقوت، يعني في فيلم إيقاع الحياة اللي تم تقديمه سنة 88 بنجد العديد من الطقوس الحياتية والأحداث اليومية للمصريين، يعني هتلاقي شراء الملابس، هتلاقي بقى الحلوى اللي بيمر بالمزمار بتاعه، هتلاقي صناعة الخبز أو عجن الخبز، هتلاقي صناعة الفواخير، كل هذه يعني مظاهر مظاهر الحياة، مظاهر حياة مصرية صميمة صحيح. الحقيقة. هي يعني نقلت كل هذه الأمور في فيلم زي إيقاع الحياة. تعليقك إيه على الفيلم ده يا فندم؟ فيلم إيقاع الحياة، تعليقك إيه؟ اللي ظهر كل على هذه، فكرة نعم نتفرج عليه. نعم لا لا طبعا إيقاع الحياة من الأفلام الطويلة يعني، هي طبعا يعني عملت يمكن فيلمين ثلاثة 12 ساعة دقيقة وبتاع والكلام ده كله، بقت تعمل الأفلام دي طويلة لدرجة إن مثلا فيلم أحلام البنات ده وصل يعني قرب من 60 دقيقة، هو لو 60 بقى يبقى طويل، تسجيلي طويل. أنا كنت أتمنى الفيلم ده يبقى تسجيلي طويل دقيقتين ثلاثة، وكان يخش أوسكار على فكرة يعني. فهي نعم إيقاع الحياة زي ما حضرتك اتفضلتي، لا بتلمس كل مظاهر الحياة بكل ما فيها يعني، من صعوبات، من ضحكة، من أغنية، من موقف. فهي يعني بتعمل نظرة شاملة لهذا المجتمع يعني، عاوزه تخفف بس من المناظر. ايه على فكره يعني الريف عموما حتى اللي صورته، الريف غني، نحس ان هو غني يعني، فيه كل الخير يعني، فيه البايم وفيه الحليب وفيه الخبيز وفيه كل حاجه والطبخ وكل، فهو بس هي الحياه شكلها قاسي وشكلها خشن يعني شويه، لكن الحياه الفيلم بتندمج معاه تماما يعني، لان دي حياه بالنسبه لينا غريبه يعني. صحيح فهي يعني
يعني مش بتجمل الصورة، يعني بتعرفنا على مجتمعات احنا ما نعرفهاش، ده صحيح. ودي معاناتهم ودي حياتهم. ففيلم إيقاع الحياة من الأفلام الطويلة اللي تناولت كل مظاهر الحياة في الصعيد، في بيئة الصعيد. فمن الأفلام العالية جدا إيقاع الحياة، الحياة ماشية إزاي، حتى من اسمه إيقاع حياة، كده، لأنه ده صحيح. لأنه مستمر، يعني اللي بيقوموا فيه بيناموا فيه وهكذا، فهو ماشي طب بإيقاع الأغاني أيضا يا فندم من آه إيقاع نعم حياة المصريين، يعني هي جزء لا يتجزأ من أفلام عطيات الأبنودي، وهي نعم أيضا جزء لا يتجزأ من حياة المصريين، نعم وبالتالي صحيح بتجدها موجودة بقوة. يعني خليني أذكر على سبيل المثال فيلم زي اقتار النوبة، زي نساء مسؤوليات، زي الأحلام الممكنة، كلها صح. الأغاني موجودة بقوة. تعليقك إيه على النقطة دي؟ لا هو طبعا احنا طبيعتنا يعني شعب يعني بيحب الطرب يعني، ويحب الغنى، وكل بيئة لها عاداتها وتقاليدها وشكل الطرب فهي يعني مش عاوزة تنسى حاجة، يعني هي دايما بتخش حد عند ديتيل والنظرة الشاملة للمجتمع، يعني برضه مهما كان الحياة شكلها كئيب وصعب والكلام ده، ولكن الناس بتغني وبتضحكوا، يعني حتى الوجوه كلها بتضحك على فكرة، يعني رغم حتى مظاهر اللي ممكن نقول عليها فقر، هي مش فقر، بس الناس منسجمه بحياتها ومستمتعه بحياتها وبتغني، ليها عادات حتى في حصان الطين بعد الشقا والتعب ده كله، اخر مرات البنات قاعدين ويغنوا وكده، يعني رغم هذا الشقا. فاحنا شعب طبيعته بيحب الغنى وبيحب الطرب وبيحب سماع الموسيقى وكده، فهي صحيح حريص على انك تقدم لك مجتمع كامل، كل حاجه في المجتمع صحيح. يمكن يا فندم فكرة الغناء بالتحديد، نعم بقى الغناء هو متداخل مع الموسيقى التصويرية، متداخل مع أصوات الناس، بيتجلى في أفضل وأجمل صوره في فيلم زي فيلم قطار النوبة. نعم ليه؟ لأن نعم بيتم أثناء هذا استعراض بقى الطبيعة المصرية كمان، يعني من صحيح شمال مصر لجنوبها، أثناء رحلة هذا القطار من نعم الإسكندرية إلى الصعيد وهكذا. وبالتالي جاء هذا الفيلم يا فندم سيمفونية. الفيلم ده فيلم شاعري، يعني فيلم بيعكس شعرية هذه المخرجة، ولا صحيح. هتعترض مرة أخرى على لا أنا مش لفظ الشعرية؟ بعترض، يعني هي طبعا الموسيقى والغناء دي حاجة فعلا شعرية، لأن خيال الواحد نعم بيعيش فيه. فهي يعني ما تصوري مثلا قطار النوبة ده رحلته 18 ساعة، وبيقوم مخصوص من اسكندرية مع دخول عيد الأضحى المبارك، وفي لجنة قطار النوبة والمهام بتتوزع والكلام ده، ومحطات كتيرة بقى بدءا من ايه مثلا من قنا وجبل زي ما بيقولوا، يعني هتلاقي الناس بتنزل ابو سمبل وكومومبو مش عارف ايه، لان طبعا الهجرة بتاعت النوبية مش في مكان واحد، يعني مش في النوبة الجديدة، لا في كومومبو في وهكذا في اماكن كتير. فالقطر كل ما بيوصل، ودي معظمها محطات محلية صغيرة زي ابنود كده، القطر يعدي يجري يقول لك عبد الرحمن الابنودي ما يوقفش عندنا ولا كاننا على الخريطة يعني. لكن قطار النور ده قطار مخصوص بيطلع بتنظيم خاص جدا من هيئة السكة الحديد، وياخد كل العائلات النوبية اللي بتعيش في اسكندرية. فالرحلة الطويلة دي محتاجة ان احنا نتسلى بالغناء، نتسلى حتى بالاكل نعم الاطرح شوية، فدي مستلزمات العمل الدراما والعمل السينمائي صحيح. يعني. يمكن يعني وان الفيلم كانت دخيلة، يعني هي الموسيقى دخيلة على اي فيلم، لكن العطيات مش عاوزين نمل من فيلم. طب هنعمل ايه؟ هنسمع صحيح. مجرد حوارات مع الناس؟ لا، شوية يعني مزيكا وشوية إذا الفيلم كما عكس الحياة نعم شعرية هذه المخرجة، عكس قدرتها الإخراجية العالية أكيد الحقيقة أكيد دكتور ياقوت. ومعنا جزء من هذا الفيلم الله مشاهدينا، إلى جزء من فيلم قطار النوبة، الله سيناريو وإخراج عطيات الأبنودي. اي غاري ومدينة رجوفي، اي غاري معاك خدني معاك يا اللي انت مسافر، يا طبال طبلينا رمان حبيبي طبلينا، دخنا وجعنا ومدرينا واذا كنت مسافر معاك خدني معاك، تمر علينا وفي لحظة تبعد علينا، حرام عليك إن علينا إذا كنت مسافر ركبك جازة ما يتلاقى صدرها جوخا مطبقة رمانها طيبة محلقة.
مشاهدينا، عندما أسست عطيات الأبنودي شركة الإنتاج الخاصة بها، كان الهدف الأول من ذلك هو التخلص من سيطرة رأس المال وتحكم الممول، حتى تستطيع أن تقدم أفلام، تقدم يعني تستعرض من خلالها رؤيتها الشخصية وتوجهاتها وهكذا. ولكن في نفس الوقت هي قامت بصناعة أفلام كانت من إنتاج مشترك، يعني وكان الجانب الآخر هو جانب أوروبي. وبالتالي ده بيقودنا للسؤال، هل هذه المشاركة الأوروبية أثرت، كان لها تأثير يعني بشكل ما على توجهات عطيات الأبنودي؟ ودكتور ياقوت، خلينا نتكلم بالتحديد على فيلمين، يعني فيلم الأحلام الممكنة وفيلم إيقاع الحياة، كان إنتاجه مشترك مع جانب ألماني. وبالتالي هل هذا أو هذا الإنتاج المشترك أثر على عطيات الأبنودي بشيء يا فندم؟ لا، مش عطيات الأبنودي اللي تأثر عليها، ولا أي شركة سواء محلية أو أجنبية يعني تفترض شروط. يعني معروف الإنتاج المشترك بيبقى له وجهات نظر كتيرة، وكتير من المخرجين للأسف بيخضعوا ليها يعني. لكن عطيات الأبنودي مش يعني لا، ما تقبلش. شخصيتها قوية جدا جدا على فكرة، معتزة بمصريتها بوطنيتها، رأي رأيها حرة جدا في إنها تعمل اللي هي عاوزاه، مش حد يمليه عليها. فهي لا، بريئة تماما من التأثير، وده ما ظهرش في الأفلام. يعني فيلم الأحلام الممكنة ده فيلم عبارة عن منحة، كان في مؤتمر في نيروبي للنساء وكده، وقالوا إن احنا هنعمل منحة لثمان مخرجات، كل واحدة تتكلم من أفريقيا كلهم، يعني كل واحدة تتكلم عن تقدم فيلم عن بلدها. فالفيلم من الأفلام الرائعة جدا، بالعكس بينصر المرأة المصرية وبينصر المجتمع، مفيش فيه أي تجاوز ولا أي شيء مسيء لينا ولا أي شيء يعني إحنا ما نقبلوش. ومع ذلك الفيلم تهاجم، بس تهاجم من مين؟ من مجموعة ناس النون يعني، مع احترامي طبعا اللي حتى قال لك لأ وتسقط عنها الجنسية والكلام ده وبتسيء للبلد والكلام ده كله. لكن الناس اللي فاهمين بقى السينما وفاهمين يعني مهمة السينما وقضايا الناس يعني شهدوا للفيلم. طبعا قلنا سمير فريد، مرحوم سمير فريد، ومرحوم مصطفى درويش، وعلي ابو شهد رحمة الله عليهم جميعا يعني اثنوا على الفيلم. يعني فيلم عالمي الحقيقة يعني. وفيلم اخر هي تم الثناء عليه كثيرا، بل نال جائزة الحقيقة، جائزة احسن انتاج مشترك بمهرجان فالنسيا باسبانيا، كان فيلم ايقاع الحياة. سريعا كده، ما الذي يميز هذا الفيلم عشان مشاهد جزء منه فانت؟ لا، هو فيلم الحقيقة فيلم شامل يعني، فعلا ما يعرض لك مجتمع يعني بيغوص في تفاصيله، وما فيش حاجة معرضهاش. يعني الفيلم ده بين لك المجتمع الصعيدي متكامل كله، الرقص والغنى والاجتماعات والطبيخ والنقل والزراعة كل ده، ما فيش نشاط ريفي. يمكن بنشاهد جزء منه على الشاشة أثناء حديثنا دلوقتي دكتور ياقوت. القرية يعني اللي تمثل فيها ناس بتغني وناس فعطيات الأبنودي حريصة إن هي تقدم لك عمل متكامل يعني. يعني طبعا ده أولا بتبقى وجهة نظر يعني، يعني إن الحياة كلها ما هياش قاسية كده، الحياة برضو فيها حلوة، فيها غنى، وفيها أفراح، وفيها أطراح، وفيها كل حاجة، وده طبيعة الحياة، فبتقدم الحياة الحقيقية. لذلك بقول لك انتهجت منهج اللي هو السينما الحقيقة دي. الحقيقة ما خبيش حاجة ولا بزوق واقع ولا ببعد عن حتى يعني سخافاته أو ظهره السيئة. لا بالعكس يعني، ما بتبالغش بكده يعني، ما فيش فيلم نقول لا فعلا ده ساء للواقع، ما فيش على الاطلاق. طب على ذكر المنهج اللي يعني الذي تتحدث عنه، هذا المنهج الذي لم تحيد عنه مطلقا حسب كلامك، والمنهج اللي اتبعته يعني في كل افلامي او هكذا، عندنا في وسط الافلام دي فيلم غريب شويه، فيلم يختلف عن باقي افلامها، فيلم حديث الغرفه رقم 8. دكتور ياقوت، لماذا جاء هذا الفيلم مختلفا؟ لا، هو فيلم تسجيلي اصلا يعني، بمعنى مش وثائقي يعني. هو ما لهاش وجهه نظر، هو أمل دنقل بيتكلم. هو فيلم عن حياة قبل أن يتوفى. الجناوي برضه أمل دنقل، هو طبعا صاحب عبد الرحمن الأبنودي وصاحبه، ما عنديش شهادة. فالفيلم ده يعني بيصور أمل دنقل في لحظاته الأخيرة في المستشفى، هو طبعا ميت 43 سنة، شاب صغير لكن كان عملاق شاعر يعني، ما البكاء بين زرقاء اليمامة لا تصالح، شاعر وطني. يعني كلنا نعرف أمل دنقل. فهي طبعا يعني صداقة أولا قوية جدا جدا، وعلى طول مستمرة، فحبت تسجل اللحظات الأخيرة، فهي سجلت، فده فيلم تسجيلي ملهاش وجهة نظر. وجهة النظر والكلام بتاع أمل دنقل رحمة الله عليه، فطبعا من الأفلام اللي على ذكر برضو وجهة النظر وكذا، وهذه والتوثيق والتسجيل وكل هذه الأمور، هي خاضت تجربة الكتابة دكتور ياقوت، يعني كتبت أكثر من كتاب، أيام لم تكن معه، أيام
ايام الديمقراطيه ايام السفر وهكذا. يمكن يعني الكتاب اللي عايزين نركز عليه بما انه يعني في صميم يعني حديثنا السينما الثالثه، كيف ترى هذه التجربه وهذا الكتاب بالتحديد، تجربه الكتابه وهذا الكتاب سريعا؟ صحيح. لا طبعا هي طبعا مرت اولا كتاب حديث ما هوش مش قديم قوي. نعم. والحقيقه رحمه الله عليها تفضلت باهداء نسخه ليا يعني، واحنا بنصورها في البيت لان في التكريم اللي كنت عامله لها يعني. فهذا الكتاب بيتكلم عن سينما هي موجوده بس ما حدش كتب عنها، وهي السينما الثالثه. زي ما قلنا السينما الاولى في العالم كانت السينما الهوليوديه، ودي يعني سينما تجاريه وده يعني نوع ما يعجبش التقدميين زي عطيات الأبنودي وغيرها يعني. وفي السينما الاوروبيه اللي هي حاولت تخلق سينما جديده، حاولت تجيب الموجه الجديده الفرنسيه وسينما المؤلف والكلام الكبير قوي ده في علم السينما. جت بعد كده بصت لقيت في سينمات اخرى مهمه جدا، بالعكس دي اهم من هذه الافلام سواء التجاريه او الافلام الفنيه بتاعت اوروبا. الافلام الاوروبيه بتبقى بالفنيه مش تجاريه، بتبقى معموله على درجه عاليه جدا من الاتقان يعني. صحيح. فالدرجه الثالثه سوري السينما الثالثه ده سينما العالم الثالث تقريبا، امريكا الجنوبيه والدول معظمها يعني خلينا نقول الشيوعيه زمان بولندا وكده، ومصر بعد حركه 68 مظاهرات حركه 68 بدات هذه السينما تظهر. فاتكلمت كتاب ضخم جدا الحقيقه. صحيح. يعني يكاد يكون رساله الدكتوراه. اذا انت بترى انها كانت تجربه ناجحه، تجربه الكتابه خاصه فيما يتعلق بهذا الكتاب، كتاب السينما الثالثه، كتاب السينما كانت تجربه جميل. نعم كانت تجربه ناجحه نجاح للغايه حسب كلام حضرتك. الحقيقه ان هي هذه السيده يعني المخرجه الكبيره عطيات الأبنودي اللي وهبت كل أفلامها تقريبا لتسجيل ورصد حياة الكادحين والمهمشين وهذه الطبقة يعني اللي بتعاني في المجتمع، لأنها بتنتمي الحقيقة في يعني إلى هذه الطبقة. في النهاية هي عانت هي أيضا كثيرا، وعانت حتى تحقق أحلامها، وبالفعل حققت هذه الأحلام وترغب للآخرين أن يحققوا طموحهم وأحلامهم كذلك. يعني في نهاية هذه الفقرة لا يسعنا إلا توجيه الشكر الجزيل لحضرتك المخرج والناقد السينمائي الدكتور يقود الديب. شكرا جزيلا. شكرا أستاذ عبد. شكرا جزيلا. شكرا. مشاهدينا انتهت هذه الفقرة وهذه الحلقة، شكرا لطيب المتابعة، ونلقاكم الأسبوع المقبل بإذن الله. بحبش الناس اللي تتكلم لجيوة. والله يا فندم ولا الجيوة ولا البرة. سمعني انت بتقول ايه؟ كل خير يا فندم. وانا شو هنقل بشي يا بوي هتشربي بالزو ولا كتفك؟ اختارت المحكمة في اتنين قلوبهم جر. بقى حضرتك سي احمد افندي يسري الضابط ادي يا حسبه اللحم الابيض المتوسط. فقد تزندق ومن تفقه ولم يتصور فقد تفزق.